بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم، نجتمع على الهواء مباشرة في حلقة جديدة من برنامج في الموعد، وتحديدا متابعينا في حلقة اليوم حنتحدث عن الطرق الصوفية التي عملت على نشر الدعوة والوعي الديني في كل أصقاع السودان. سعيدة بالتواصل معكم متابعينا وعبر ضيفي الكريمين وائل محمد شفيق، عضو اللجنة العليا للطريقة السمانية الطيبية القريبية الحسنية، وكذلك دكتور عبد الرحيم حافظ صديق الشيخ مدير حملة البروف الشيخ حسن الصحية المجانية، حيتكلموا لنا عن إسهام هذه الطرق في السودان وإلى أي مدى هي تعمل على تطوير المجتمع السوداني من خلال المجال التوعوي ومن خلال الخدمات المشروعية اللي ممكن نقدمها للمواطن السوداني. سعيدة بكم في البداية أستاذ وائل، أهلا بك. وعليكم السلام، أهلا وسهلا يا مرحبا. عبرك كذلك نرسل التحايا. نحن لازلنا نتنسم شهر الربيع، شهر مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وسعيدين أن نطل على المشاهد الكريم في هذه الأيام الطيبة المباركة، علنا إن شاء الله نفيد ونستفيد بإذن الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله. برضو مرة تانية بقول لك مساء الخير دكتور عبد الرحيم حافظ صديق الشيخ على وجودك معنا، ويعني فيما يتعلق بالجانب الصحي في هذه الطرق الصوفية في السودان وأيضا خدمة المواطن السوداني من خلال هذا المجال. عليكم السلام ورحمة الله، ومساكم خير، وكل عام وأنت بخير. أنت بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف، وإن شاء الله تعود السنين والمناسبات على الأمة الإسلامية بخير. نعم، التحية لكم ولكل متابعينا. والطرق الصوفية في السودان إحنا نعلم جميعا إنها هي عملت على توحيد كل قلوب السودانيين في داخل وخارج ربوع الوطن الحبيب. كل مننا في كل بقعة في السودان عنده طريقة معينة هو بيحاول يتعامل معه ويتواصل معه. الطريقة السمانية الطيبية القريبية الحسنية، يمكن ما شاء الله هي اسمها طويل، فيعني بالتأكيد هذا الاسم ده عنده مفهوم وعنده دلالات، نتعرف عليه أكثر. ويعني كل الناس بتعرف الطرق السمانية، لكن بقية الاسم ده نتعرف عليه أكثر. صحيح. الحقيقة الطريقة هي ذاتها في حد ذات الكلمة الطريقة، يعني المنهج، المنهج اللي بيسلكوه منهج أستاذ معين، مثلا طريقة السمانية نسبة لأستاذة وهو الشيخ محمد ابن عبد الكريم السمان. تلاميذه بعد كده بعد ما انتقل انتهجوا نهجه وسموا الطريقة باسم الطريقة السمانية. واحد منهم كان الشيخ أحمد الطيب، رجل مرح المعروف عندنا في السودان، التلمز عليه في المدينة المنورة وأمروا بأنه يذهب إلى السودان وينشر أعلام هذه الطريقة ويعلمها للناس. ففعلا كان الشيخ أحمد الطيب له الدور الفاعل في نشر هذه الطريقة في السودان. بعد كده أصبح الاسم الطريقة السمانية الطيبية. تلاميذ الشيخ أحمد الطيب أضافوا إلى اسم الأستاذ الأكبر الشيخ السمان، أضافوا له أيضا. كذلك الدور الفاعل الذي قام به الشيخ قريب الله في نشر هذه الطريقة وتعليم الناس، تلاميذه كذلك أضافوا اسمه لاسم الطريقة. وثم أخيرا والدنا وأستاذنا البروفيسور الشيخ حسن الشيخ الفاتح قريب الله، دوره إسهاماته الكبيرة في نشر هذه الطريقة في السودان وخارج السودان، في الجامعات، في كافة قطاعات المجتمع السوداني. تلاميذه أيضا أضافوا اسمه للطريقة، فأصبح هذا الاسم الطويل الطريقة السمانية الطيبية القريبية الحسنية. إن شاء الله أتمنى لكم التوفيق في مجالكم. وخليني برضو يعني دكتور عبد الرحيم ناخذ جانب الشباب في هذه الطرق وإسهامه برضو وتفاعله كمان من خلال هذه الطرق السمانية، بالتأكيد دور فاعل. نتكلم عن دور الشباب وتفاعلهم مع هذه الطرق. طبعا اكيد زي ما قلت وزي ما تفضل شيخ وائل، الطريقه السمانيه الطيبيه الغريبيه بتضم عدد وافر شديد من الشباب من مختلف المجالات. يعني في قطاعات داخل الطريقه ذاتها نفسها، قطاع صحي وقطاع هندسي وقطاع الاعلام، فاللبنه الاساسيه لنا نحن عندنا هي الشباب. صحيح. بالذات في الطريقه السمانيه في السودان. فالدور اللي بيلعبوه شباب طبعا يعني اكيد معروف بكل الأمة السودانية، يعني يمكن أكبر الدور اللي هو الدور الثوري اللي قاموا به في خلال العام المنصرم لتغيير النظام البائد السابق، اللي هي كانت برضو الطريقة السمانية عندها فيها دور فاعل برضو فيه. فنحن في الطريقة يعني معظم الناس هم من الشباب اللي هم يكون عندهم الأدوار الريادية بجانب يعني عملهم الخاص في الطريقة السمانية.
سواء كان صحي سواء كان زي ما قلت كل المناحي كل المناحي بالضبط. والواحد دائما بيحاول يستقطع من زمنه، يعني هو طبعا بيكون عندهم التزامات ثانيه لكن بيستقطع من زمنه عشان يقدم خدمه لهذه الطرق اللي ممكن يستفيد بها كل المواطنين. حنرجع مره ثانيه للطريقه السمانيه، لما نتكلم عن الطرق طوال بتبادر للمشاهد وبتتقرب له الصوره بتاعت النوبه، الذكر، الحلقات، الخيم، التفاصيل المختلفه اللي بيعيشوها المتصوفه. نحكي شويه عن الطريقه السمانيه وعن فكره التصوف في هذه الطرق. هذه المناسبه لها يعني الباع الكبير او الجزء الاكبر في اللي هي مولد النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي نحن بنعيشه الان. نعم. في هذه الايام في شهر ربيع هذا موسم دعوي كبير جدا جدا، الطرق الصوفية بتكون فيها لها نشاط كبير زي ما انت قلتي، الأذكار، المدايح، الإنشاد، تجمع الناس، لأن حب النبي صلى الله عليه وسلم هو القاسم المشترك اللي بيجمع كل هؤلاء الناس، اللي بيجمع كل الناس على محبة النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك الطرق الصوفية بتعتبر انه الاحتفال بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم من اكبر المواسم الدعوية. فبتفعل نشاطات الشباب زي ما قال دكتور عبد الرحيم قبل قليل، والشباب طبعا ما شاء الله طاقة متفجرة ومتعددة في مناحي الحياة المختلفة. فعلى سبيل المثال احنا مثلا في احتفالنا في المولد في ميدان المولد عملنا خيمة لها متعددة التخصصات، جانب كبير فيها جوانب كثيرة، أيوة يعني. الناحية الصحية، جناح للمرأة، جناح للطفل، أجنحة متعددة. ليه؟ لجذب الناس لكلهم يتوحدوا في بوتقة واحدة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته صلى الله عليه وسلم ومعرفة سيرة هذا الرسول العظيم. وهذا يعني من أدوار من دور كل الطرق بصفة عامة ودور الطريقة السمانية، إنه تجذب الناس عشان الغرض في النهاية يكون الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى على هداية وعلى بصيرة. الدعوة للتحبب في حضرة المصطفى صلى الله أكيد. عليه وسلم. طالما إحنا جبنا السيرة دي هننتظر منك واحدة من القصائد والنشائد النبوية إن شاء الله. حتجهز لنا وحنوجه سؤالنا مباشرة عن هذه الأجنحة برضو ودورها. وأنا عارفة أنك أنت متعلق بالجانب الصحي تحديدا، النشاط اللي بيقوم به ويعني المجموعة بتاعتكم في المولد النبوي، لأنه طبعا هو حدث كبير وحدث مهم وبكون في ترتيبات خاصة له من خلال الجانب الصحي تحديدا. تمام. نحن في الجانب الصحي اللي هي في المولد النبوي الشريف في أيامه عندنا حملة البروفيسور الشيخ حسن الصحيح، هي حملة يعني أصبح اسمها توصيد زي ما بيقولوا معروف بالنسبة للسودانيين في أيام المولد بالذات وخارج أيام المولد النبوي الشريف. التجهيز للحملة الصحية بيكون قبل شهور من المناسبة من المولد، أيوة من شهر الربيع، يعني بيكون قبل شهور زيه زي باقي القطاعات الثانية بحجم الحدث وبحجم الحياة اللي بتقدم. يعني في الحملة الصحية بتتكون من عدد من الخدمات اللي بتقدم في أيام المولد النبوي الشريف. الخدمات دي بتكون في ساحة أم درمان وساحة الخرطوم بسجان المولد النبوي الشريف في خيمة الطريقة السمانية بنفس الاسم اللي هي حملة البروفيسور الشيخ حسن الصحية من الطريقة السمانية، اللي هي جزء من منظمة الإحسان اللي هي تابعة للطريقة السمانية الطيبية الغربية. هي منظمة مجتمع مدني مسجلة في السودان بتقدم عدد من الخدمات الإنسانية والصحية. ممتاز. احنا هنتكلم عنها بالتفصيل وهنتكلم عن نشأة يعني هذه الحملة وميلادها بأكثر تفصيل وكيف انه المواطن بيستفيد من هذه الخدمات داخل ميدان المولد تحديدا. وحنرجع مرة ثانية لأستاذ وائل محمد وجهزت لنا شنو نهدي للمشاهد. والله إنشاد بعض الأبيات في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، أقول رياح الصبا هبي بقبر محمد وبثي علينا الطيبة من ذلك القبر، رسولنا أتى في آخر الرسل بعثه
ولكنه في الفضل في أول الذكر. رفيع العلا من شق جبريل صدره وطهره فازداد طهرا على طهري. رحيم حليم طيب القول واللقاء، فأول ما يلقاك يلقاك بالبشر. رؤوف عطوف أجمل الخلق خلقة، وأعظمهم خلقا ومنشرح الصدر. رأت وجهه الأنصار لما أتاهم فقالوا تجلى البدر من ساكن بدر. رحيلا رحيلا يا عصاة لطيبة، فإن بها الأوزار ترمى عن الظهر. رواحلنا حثوا لقبر محمد، ولو أننا نمشي على لهب الجمر. رضينا ذهاب الروح فيه ومن لنا، بزورته نحوى ويجري الذي يجري. اللهم صل وسلم وبارك. صلى الله عليه وسلم. احنا في هذا المساء بالتاكيد في حضره حب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وحديثنا عن الطرق الصوفيه خصوصا الطرق السمانيه الطيبيه القريبيه الحسنيه في السودان واستهاماتها كذلك في المجتمع السوداني. وهنتطرق مباشره للجانب الصحي نتحدث عن الحمله ويعني ميلات هذه الحمله والهدف منها شنو. تمام. هي حمله البروفيسور الشيخ حسن الصحيه، النشأة بتاعتها كانت بفكره من سيد الشيخ حسن الشيخ الفاتح غريب الله في العام 2005. كان الفكره منه هو انه تتعمل خدمات صحيه تساهم في المجتمع المدني ايضا. البدايه كانت في 2005 واتعملت في الحوليه السمانيه اللي هي في المسيد في ود نباي في مدرمان. بعد عام من انتقاله رحمه الله عليه انتقلت الحمله لميدان المولد في ايام المولد. أيوة. نعم. اللي هي بتوصيه وبرعايه بعد ذاك من سيد الشيخ محمد الشيخ حسن الفاتح. فمنذ ذلك العام 2006 اصبحت ثابته انه لازم الحمله ثابته. ايوه هي في ايام المولد النبوي الشريف. بعد ذاك حصلت تطورات يعني في كل عام في خلال الاربع سنين الاولى انه تكون خارج نطاق ايام المولد. يعني بيكون فكره زي كده. ايوه واتعملت، ما هي فكره، هي فكره بدت وتنفذت حتى الان. نعم. انه يكون في مناشط ثاني خارج ايام المولد النبوي الشريف. بالتوفيق. احنا هنستمر ونعرف الافكار الجديده والتطوير لهذا المشروع الخدمي الصحي لمحبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في كل ايام السنه بالتحديد. وحنتواصل اكثر من خلال حوارنا وكل متابعينا حنتابع هذا التقرير ونرجع من جديد في المواعيد. ابقوا حضور. في مشهد محفوف بذكر الله
ومعطر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أحيت الطريقة السمانية الطيبية القريبية ذكرى مولد الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، والذي بمولده أنار الدنيا وشق الدجى وتفتحت الأنوار مولدا عظيما وفتحا مبينا، سارت الأمة على نهجه واقتدت بقدوته. فإن الطريقة السمانية الطيبية القريبية أرادت في هذه الذكرى أن تبعث برسائل للأمة الإسلامية. نحن نحتفل، نريد أن نشير نفوز بالأخرى بحسن مآله. ذكر وتبتل، دعاء ورجاء، محبة تنمو وتخضر، يروون عودها بطريقتهم الخاصة. وفي كل عام تتجدد المناسبة وتجدد الطريقة حبها وسرورها. فالنبي صلى الله عليه وسلم احتفى بموسى، فكيف لا نحتفي به؟ والخطاب الإلهي الظاهر لأهل المحبة يتوجه لقلوب المحبين، في خصوص الناس، في خصوص المؤمنين، قائلا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. ومعروف أن الفرح شيء معنوي، شيء قلبي، ليس يدرك بالمحسوسات، وعليه لا يمكن أن يؤمر به شخص. فإذا قلت لشخص، لفرد من الأفراد، افرح بهذا، لا يمكن أن تملك قلبه. ولكن الخطاب الإلهي هنا لأصحاب المحبة، فإن من يستجيب يكون من أصحاب القلوب المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي بادرة مختلفة أقامت الطريقة في سوح المولد مركزا علاجيا مجانيا للمواطنين، تماشيا مع رسالتها الخالدة في خدمة المجتمع. حتى الأطفال خصص لهم جناح خاص بفقرات تلبي حاجياتهم، ولربط جيلهم بالأجيال المختلفة خصص جناح للمعرض حثي بتاريخ الطريقة ومشايخها. المولد مناهج ومباهج، شعار جسد في هذه الاحتفائية النبيلة، ومن خلال تنوع المحتوى شكلا ومضمونا. وعليك الله صلى دائما ما شدا شان لدى وقت السحر. أهلا بكم متابعينا، دعوة للمشاهدة من جديد عبر حلقة اليوم من في المواعيد، وبرحب بريطانيا بالأستاذ وائل محمد شفيق عضو اللجنة للطريقة السمانية الطيبية القريبية الحسنية، وكذلك الدكتور عبد الرحيم حافظ صديق الشيخ مدير حملة البروف الشيخ حسن الصحية المجانية. ويمكن ده كان التقرير مدخل للطريقة السمانية، وطبعا هي دائما الطريقة دي بتكون هي قبلة للمحبين والمريدين لساحة المولد. نتعرف شوي على هذه الخيم، خيم الطريقة السمانية، من خلالك. الخيمة طبعا بتتقسم لعدة أقسام زي ما شفنا في التقرير السابق ده. الجزء الأساسي من الخيمة هو اللي بتقام فيه الأذكار الدينية، الصلوات، قراءة سيرة المولد، بتقدم المحاضرات، الدروس، و الأعمال الدينية اللي هي بتمارس الطريقة. عندنا جناح للمرأة خاص بها، طبعا المرأة لها خصوصيتها في المولد كذلك، ما بنحرمها من المشاركة أيضا. فبيكون لها خيمة والطفل. أيوة الطفل كمان دعمت له خيمة، ممكن برضو دكتور في محور دكتور في عندنا التكية اللي هي مخصصة لإعداد الطعام لإكرام الضيوف، ويعني القيام بهذه الأعمال، ودي أكثر الناس بيكونوا يعني من الإخوان المجتهدين والتعبانين في الإعداد المولد، لأنه الجنود المجهولين، دي الجنود يعني خلف الكواليس زي ما بقولوا. صحيح. بيعدوا الخيمة، بيركبوها، المكان الجميل زي ما المنظر الجميل اللي احنا شفناه ده من الرايات، من إعداد الطعام، بيقوموا بيه مجموعة مباركة من الإخوان يعني لا يكلوا ولا يملوا. نسأل الله سبحانه وتعالى أنه يجعل لكله في ميزان حسناته بإذن الله سبحانه وتعالى. اللهم آمين. يعني هجيب شوية معك أستاذ وائل في الحتة بتاعت الاحتفال ذاته.
يمكن احنا من خلال الطرق دي بنحاول نبعد التطرف والتزمت الديني. في بعض الناس مختلفين ذاته على فكره الاحتفال، في بعض الناس مختلفين حتى على العرايس والاحصنه اللي بتقدم للاطفال طالما في مساحه للاطفال، بتقول لهم شنو؟ لانه في ناس بيقول لك والله دي تماثيل مثلا، احنا كيف ندينا نعملها في هذه الذكرى؟ صحيح. طبعا بلا شك يعني انه اي انسان مسلم يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، لا نحن لا نشك في انه يحب النبي صلى الله عليه وسلم، بل ده القاسم المشترك بيننا كلنا كمسلمين على الاطلاق، مهما اختلفت مذاهبنا واختلفت طرقنا واختلفت يعني افكارنا وارائنا، بيبقى بعد ذاك في تفاصيل الناس يختلفوا عليها او يتفقوا عليها، كل انسان بيكون له رايه. يعني مثلا نحن عملنا خيمه للطفل لاهتمامنا بنرى في انه تربيه الطفل، انه كونه يجي المولد تنشئه ويعرف حاجه بسيطه عن سيره النبي صلى الله عليه وسلم، نقدمها له في صوره مسرحيه او صوره الالعاب زي ما نحن شفنا او دراما او كده، يعني حاجه اللي بتناسب سنه. مثلا عملنا الحمله الصحيه، ما بس هدفنا بس ناس يتعالجوا بس، لا عملناه في المولد ليه؟ عشان المريض ممكن يعتذر يقول يا اخي والله ما بقدر امشي، ازمه مثلا ما بقدر امشي، لكن اقول له والله نحن عملنا لك حمله صحيه، تعال وخذ علاجك وكذا، وكمان تنال من البركات وتنال من الفيض والمحبه للرسول صلى الله عليه وسلم في هذه المناسبه، يعني يكون ما فاتك كمان البركه والاجر يعني في هذه الله. الجميل ذاته انه العلاج مجاني في الحمله دي، اكيد طبعا يعني إيه؟ وحتى برضه احنا حنسمع اكثر اذا انت عندك بقيه نعم. اجابه لهذا السؤال، وحنتواصل برضه معك دكتور عبد الرحيم حافظ. كل مشاهدينا عبر حلقه اليوم فاصل ونعود، ابقوا معنا. بكم مشاهدينا ومتابعينا، مساء الخير مرة ثانية عليكم. مستمرين من خلال هذا الحوار الطرق السمانية الطيبية الغريبية الحسنية، ويعني دور هذه الطرق في تطوير المجتمع، واتعرفنا على واحدة من الحملات الطبية الصحية المجانية في هذه الطريقة، تعرف على أكثر عبر الدكتور. وخلينا نتكلم عن يعني نخلي المجانية دي قاب قوسين، ونتكلم برضو عن شكل الخدمة الموجودة في هذه الخيمة الصحية، لأنه لما نقول صحية مجانية الناس يعني حتقول المجانية في شنو، والأمراض ذات الممكن الواحد يجي يتعالج إذا عنده أمراض مزمنة أو غيرها في هذه الخيمة، هل بتتناسب مع كل الأعمار مع كل الفئات؟ تمام. طبعا زي ما قلتي برضو كلامك يعني جميل شديد، في أنه هي كلمة صحية مجانية كلمة فضفاضة لبعض الناس ما بيعرفوا الحاصل وما بيتخيلوا حجم الشغل إلا لما يجوا يشوفوا الحملة. حملة البروفيسور الشيخ حسن الصحية في أيام المولد اللي هي 11 يوم بتقدم في ساحات أم درمان وفي سجانة في الخرطوم. الخدمات الموفرة هي خيمة منفصلة من الخيمة الأساسية للطريقة السمانية. الشكل أو الهيكل بتاعها جوا مقسم لعيادات، مقسم لصالة طاعة انتظار وعيادات ثلاثة أو أربع عيادات، معمل وصيدلية متكاملة. البيشن أول المواطن بيخش بتسجيل من بداية صالة الانتظار لحد ما يأخذ الدواء، كل الخدمات دي مجانية. العيادات كان بدأت بعيادات عمومية، حاليا لنا أكثر من 4 سنين بقينا نخط عيادة عيادتين حسب جدول ثابت بالذات السنة دي لأخصائيين. الحمد لله السنه دي في تجاوب من الاطباء يعني. ايوه بتقولوا لنا احنا عندنا حمله كده. ايوه كيف شكل التجاوب؟ بيكون جزء من الاعداد قبل فتره من المولد، بانه احنا بنمشي الكادر الطبي انا والزملاء بتاعيني لعدد من الاطباء في انه نعرفهم بالحمله وكده، ونحن محتاجين تدونا مثلا 4-5 ساعات اللي هي ساعات اليوم في عدد من ايام المولد على اساسها بنخط الجدول بتاع الاخصائيين في ايام المولد. السنه دي يعني تكرمنا بعدد وافر من الاخصائيين، عندنا دكتور بشر حسين وبروف في امراض الباطنيه والنفسيه دكتور احمد ابو سبيب، انا من هنا بحييهم كلهم يعني احمد ابو سبيب هو اخصائي الباطنيه والغدد والسكري برضه استشاري كبير، عندنا دكتور عمرو باطنيه عامه، عندنا اخصائي اطفال برضه اجابه على سؤالك انه كل الفئات العمريه، دكتور عمرو عبد الرحمن القاضي هو اخصائي بتاع اطفال.
في معمل فيه كل الفحوصات الأولية الأساسية من الهيموجلوبين، من اليورين اللي هو البول، الأستول، كل الأمراض الأساسية، الملاريا، فحص للملاريا برضو. وفي جزء من العيادة بتكون السنة دي عملناها زي غيار جروح وطوارئ، جزء من العيادة يعني بيكون فيها دريسنج برضو، فيها نائب أخصائي بتاع جراحة، وبيكون فيها برضو حالات بتاع الطوارئ. بالإضافة لآخر ستيشن في الخيمة هو بيكون الصيدلية، اللي هي بيكون فيها أكثر من 90% من الأدوية المسجلة في السودان، هي دي بيكون عليها أكبر مشاكل أو يعني صعوبات تواجهنا في توفير الدواء، زي ما الأدوية لأنه طبعا فيها مشاكل، أسعار مختلفة، في شركات ما متوفرة برضو، ممكن تكون منافسة وتكون في أسامي بديلة برضو، يعني في مشاكل في تحديدا في الأدوية. بالضبط كده. أنا بقول لكم ده مجهود كبير ومجهود مقدر بالتأكيد، كون تكون في حملة صحية مجانية، خدمات متكاملة من خلالها، فأنا بفتكر أنه دي حاجة جميلة، والأجمل إنها هي متواصلة في أيام السنة غير أيام المولد، يعني بفكرة إنه في كل فترة وفترة تطلع حملة مجانية. أنا بحييكم وبحيي كل السادة المشاهدين بالتأكيد، حنطلع نتابع هذا الفيديو ونرجع من جديد، ابقوا معنا. شيخ يرجحن، وهنا حلقة شيخ يرجحن، يضرب النوبة ضربا فتئن وترن، ثم ترفض هديرا أو تجن. شيخ يرجحن، وهنا حلقة شيخ يرجحن، يضرب النوبة ضربا فتئن وترن، ثم ترفض هديرا أو تجن. الله 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 طبول فارخات في الغبار، من حواليها طبول فارخات في الغبار، حولها الحلقة ماجد في مداري، نقزت من الليالي تحت رايات طوالي، كسفين ذي سواري، كسفين ذي سواري، في عباب كالجبال ليلة رجعنا للتواصل من جديد عبر هذا العبق وهذا الجمال، وفي حضرة حب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وبالتأكيد مع تطور وسائل النقل والمعرفة هنالك اتجاه لي يعني حفظ هذه المواد الجميلة الشيقة. نتكلم عن هذا الاتجاه، وفي من المعروف السابق أنه كانت الحاجات دي موجودة فقط في الكتب في الأشرطة، كيف بتتم المحافظة على هذه المواد؟ بحمد الله. طبعا الطريقة السمانية يعني ما شاء الله زي ما ذكرنا لك انه فيها يعني الكثير جدا من الطبقات المتعلمة والعندها يعني حصيلة علمية جيدة،
بالذات بمجال الإعلام. منذ قديم الزمن يعني طريقتنا السمانية من زمن الأسطوانات الكبيرة ديك تلقى هسي مدايح موجودة فيها ومسجلة. انتقلت بعد كده جات الأشرطة، جات شريط الفيديو الكبير داك. وكل مرة الناس بتطور على حسب ما هو موجود، إلى أن وصلنا الآن لأنه الحمد لله الطريقة عندها صفحة في الفيس بتبث هذه الليالي والأذكار مباشر. الموظفين التطور أكيد لازم، لأنه الإنسان لازم كمان يعني الحاجة اللي عنده يوريها للناس بالوسائل المتاحة كل ما يتطور تطورت التكنولوجيا. فالحمد لله محفوظة عندنا كمواد مكتب في المكتبة بتاعت الطريقة. يعني عندكم مكتبة؟ الحمد لله مكتبة كبيرة جدا، مكتبة مقروءة، مكتبة مسموعة، مكتبة مرئية الحمد لله. بالمقابل برضو حنحاول لك السؤال في يعني التكنولوجيا والترويج للحملة المجانية الصحية وعن الشراكات برضو في هذه الحملة. تمام، انا عبد لك بالشراكات. الشراكات نحن عندنا يعني بجانب يعني الاخوان داخل الطريق المساهمات الماديه والعينيه في الحمله، عندنا شراكات خارجيه لعدد من شركات الادويه. انا ما بقدر احصرهم صراحه ناسي، يعني بوجه لهم رساله عن طريقهم بالشكر اللي هم بيدعمونا بجزء كبير جدا من الادويه اللي بتوفر في الصيدليه. عندنا شراكه برضه مع بنك الدم المركزي السنة دي والسنين القبالة. الخيمة اللي قبل وصفتها عليكم فيها خارج الخيمة عربة بتاعت إزعاج بتاعت بنك دم لنقل الدم أو للتبرع بالدم، يعني في حملة بتاعت تبرع داخل ميادين درمان الخرطوم للمولد. وفي عربة برضو بتاعت إزعاف للحالات الحرجة بتكون طبعا دائما في أيام الزحمة وكده في المولد، هي تابعة للحملة الصحية. الحاجة الثانية إنه يعني الشركات دي هي مستمرة من سنين طويلة لورا، يعني شركات الأدوية، بنك الدم، الإسعاف المركزي، بالإضافة إلى جزء من المعامل الخارجية لتوفير المعمل. ممتاز، دي كلها شركات. معروف إنه الطرق في السودان هي بتضم كل أطياف المجتمع السوداني في مختلف المجالات، وده بيكون عنده تأثير اجتماعي كبير جدا على المجتمع السوداني وبينعكس عليه تطوير المشروعات المجتمعية ممكن تخدم المواطن السوداني بعيدا عن الذكر وبعيدا عن النوبة. لكن خلينا نتكلم عن التأثير السياسي في هذه الطرق. هل هنالك تأثير في الطرق الصوفية سياسيا؟ طبعا يعني الطرق الصوفية يعني هي ليس بمعزل عن سواء كان وضع الحراك في السودان أو في غير السودان، في على مستوى التاريخ. يعني تمري بالأيوبي وتمري بمحمد الفاتح وتمري بكل هؤلاء كانوا من تلاميذ التصوف، تخرجوا الكبار هؤلاء الأبطال. حتى الإمام أحمد المهدي معروف هو يعني اللي هو قاد الثورة في السودان، وللتصوف الباع الكبير يعني في المسألة السياسية. ولكن دائما مشايخ التصوف لأنه جلباب الدين، ما السياسة عباءة الدين، عباءة الدين ما بتحت يعني لا تحتمل إنه الإنسان يدخل في 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 المنزلقات السياسية، لكن يكون على فكرة، أكيد، لكن يكونوا راعين لهذه المسألة بفكرهم بوعيهم، بحيث إنه الناس لو اختلفوا في أي مسألة سياسية في النهاية يرجعوا لهم كالرأي الرشيد والرأي الحكيم في المسألة. نعم، دكتور، يعني خلينا برضو نتكلم عن يعني الجانب الصحي هو جانب مهم، ويعني أنا بفتكر إنه كل الحاجات مكتملة فيه. لكن أنا بفتكر إنه لابد من توفر محاضرات بتاع التوعية لكل الحضور. هل الجانب ده متوفر برضو ولا بس أنتم يعني مهتمين بس بالجانب العملي في هذه الحملة؟ هو طبعا الجانب العملي هو النسبة الأكبر، لكن نحن لنا أكثر من 7 سنين لورا هي الحملة بتضم تثقيف صحي أيضا. والسنة دي عملنا تثقيف صحي في شكل بتاع ورق أو بروشورز، إضافة ل ل ل تنويه يعني. أيوة بالضبط، اللي هو لأمراض مثل اللي كانت منتشرة قبل فترة زي الكوليرا، الوغاية من الملاريا، التعامل مع مرضى الأزمة اللي هم صحيح. كان لهم دور كبير جدا يعني في حملتنا السنة دي، بحيث إنه إحنا وفرنا حتى كان في انقطاع في أدوية الربو أو الأزمة للبيشن، فالحملة كانت موفرة أدوية لمرضى الأزمة من بخاخات وحبوب هي كانت ما في أو حد بأس جزء كبير منها ما متوفر. فهي
ميكس يعني بين بين التثقيف الصحي وبين الجانب العملي، ولكن الجانب العملي هو طبعا بيكون اكبر بحيث انه الفائده تعود للمواطن منه اكثر يعني. ممتاز. احنا حنرجع للطرق مره ثانيه استاذ وائل ونتكلم عن اسهاماته في المشروعات المختلفه، واذا مسكنا حصه الوطن والصف الوطني اذا هي كان عندها دور في التاثير السياسي ودور في التاثير الاجتماعي فلا بد من يكون هنالك برضه دور في الصف الوطني، والقيمه الوطنيه كيف نزرعها برضه في المتصوفه وفي كل السودانيين عبر هذه الطرق. صحيح. حب الوطن يعني شيء ورثناه عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم لما هاجر او اخرج من وهو متجه من مكه الى المدينه التفت الى مكه وهي وطنه مسقط راسه ونشأ فيها، فقال لولا انه اهلك ما اخرجوني ما خرجت. فده بيغرس فينا نحن احباب النبي صلى الله عليه وسلم حب الوطن، وهذه المساله طبعا متجذره فينا نحن كلنا كمسلمين وكسودانيين على وجه الخصوص. المتصوف كذلك لهم الحب الكبير للوطن، ولذلك هم ما بينفصل عن التصوف. اكيد طبعا، ولهم اسهاماتهم الكبيره في تركيز دعائم الاستقرار سواء كان السياسي الاقتصادي، لانه البوتقه الصوفيه تقوم قطاع كبير جدا من المجتمع. كلمه المشايخ المتصوفه كلمه والعلماء مسموعه عند اتباعهم عند محبيهم، ولذلك يعني لهم التاثير الكبير جدا جدا في نشر الوعي في كيف الناس انها تتقدم بهذا الوطن الحبيب الى الامام من كل النواحي. ودائما ما يعني ما نرجع ل يعني عن الاستفتاء وعن يعني المواقف اللي بتخص العدل او السلطه العدليه، دائما في مواضيع بتكون حساسه السلطه ترجع فيها الطاقه الجوديه. نعم صحيح. احنا حنتواصل حنتابع هذا الفيديو لكل الناس اللي بتتابعنا عبر هذا المساح، ابقوا معنا. طيب احنا يعني عندنا ماده عن الاطفال، واطفالنا هم اجبادنا طبعا، ومساحه يعني كبيره جدا للطفل، نتكلم عن هذه المساحه في الطرق بتاعتكم. تفضل يا دكتور. طبعا خيمه الطفل هي واحده من الخيم الجبال ذكرناها وذكرها شيخ وائل، فيها عدد من النشاطات او الاكتيفيتيز اللي بتتم تحبيبا للاطفال وغرزا يعني لمحبه النبي صلى الله عليه وسلم بتعاليم السيره النبويه. فيها زي ما انتم شايفين جانب من مولد العرايس، وفيها برضو مسابقات للاطفال بحوافز او بهدايا تحفيزيه. نعم. هي صراحه مسؤول منها اخونا دكتور مؤمن، هو احد السابقين في اداره حمله البروفيسور الشيخ حسن. يعني الجوانب اللي بتقدم في خيمة الطفل لا تغل عن باقي الخيم، سواء كان المعرض الثقافي أو التثقيفي وخيمة خيمة الحملة الصحية. نعم. كذلك برضو في الفترة الصباحية يعني طبعا زيارات بتكون دي في الفترة المسائية اللي تكلم عنها الدكتور. في الفترة الصباحية بتتقدم دعوات لرياض الأطفال. ممتاز. في تجاوب يعني كبير جدا. المنظر اللي شفناه ده عدد من رياض الأطفال بيجوا، وزي ما قال بيتقدم لهم هذه الهدايا وبتقدم لهم البرامج الجميلة دي. ممتاز. يعني أنا بفتكر إنه ذاته الطفل لما يكون خام وإحنا نشبعه بالثقافة الدينية ويعني يكون شيء راسخ في ذهنه بالتأكيد، لأنه هم طبعا يعني لبنة صغيرة جدا محتاجين نعززها بالحاجات دي، خصوصا إحنا في ظل مواكبة وتقنية وتكنولوجيا يمكن أخذت مننا أطفالنا ودتهم ثقافة مختلفة. صحيح بالضبط. فيعني من المناسب جدا إنه إحنا نشبعهم بالحاجات دي وبالثقافة الدينية. نعم. حنمشي لحاجة مهمة جدا برضه نتكلم عنها، يعني جبال أنا عشرت لها سريعا كده عن يعني هذه الطرق ودور في نشر الدعاوى الإسلامية، الحكومة الإسلامية برضه بنلقى في بعض يعني أنا ما أقدر أقول على أسميها اسم معين، لكن بعض التزمد والتطرف. دور الطرق دي شنو في إنها تبعد عن هذا التزمد والتطرف؟ نعم. التصوف دائما دعوة إلى يعني إلى التسامح.
أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة دائما، ما بالتشدد ما بالتغلظ، إنما دائما الإنسان تحبب في 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 تحبب الإنسان في الدين وتقرب له. ما معنى إنه الإنسان أخطأ أو ارتكب معصية نحن نكره الإنسان؟ بل بالعكس، نحن بنكره فعل الفعل اللي هو فعله، لكن ما بنكرهه هو. ولذلك بنحاول نغير سلوكه من إنه والله يا أخي العمل اللي أنت بتعمله ده خطأ، ونعلمه الشيء الصحيح المفروض هو يتعلمه. لكن إخصاءه كده وإنه يكون أكيد كل ما أنت كل ما أنت تشددت صحيح ممكن الإنسان يخاف منك أو يتحرج منك، لكن لما يمشي في الخفاء حيمارس الشيء اللي بيعمله، لكن لما أنت تجيبه بالمحبة وتقنعه بالأسلوب الطيب وبالحكمة والموعظة الحسنة أنت بتكون أثرت في دواخله، وده ما يدعو له التصوف. نعم. يمكن يعني واحدة من بشريات هذه هي الطرق، الحمد لله رب العالمين. يعني الدين فيها يعني حقيقة يسر أكيد لكل أكيد الموضوعات أكيد. نعم. الدينية. نعم. نجيف على يعني حاجة أخيرة ممكن نتكلم عنها، يعني برضو عن الفعاليات اللي بتقام خلال العام غير ذكرى مصطفى صلى الله عليه وسلم ذكرى ميلاده، الترتيبات كيف برضو بتتم وشنو يعني بيخلي في تطوير في الفعاليات دي سواء كان من خلال الخدمة الصحية أو الخدمات الأخرى. تمام. بالنسبة يا حمد برسل الشيخ حسن الصحية، كل سنة زي ما أنت ذكرتي بيكون في حاجة أيوه، كل نهاية يعني سنة بيكون في تغرير عن الحاجات السلبية، الحاجات المحتاجة إضافة الأبديت للسنة البعدية. يعني الحملة ما بدت بالطريقة الضخمة دي طبعا أكيد في السنين الأولى، والتوجيه والرعاية كان دائما من سيد الشيخ محمد الشيخ حسن الفاتح في أنه كل سنة يكون في حاجة جديدة، زي مثلا فكرة الأخصائيين، زي فكرة عيادة الطوارئ وغيره. أكبر مشاكل واجهتنا هي يمكن كانت تكون زي ما ذكرت لك قبيل، اللي هي موضوع الدواء في توفيره حسب مشاكل يعني البلاد الناس عارفة كلها إنه فيه. الحاجة الثانية كل سنة بيكون في شيء زي ما قلت لك جديد. قبيل أنا ذكرت لك إنه حملة البروفيسور الشيخ حسن هي جزء من منظمة مسجلة، هي منظمة الإحسان، عندها نشاطات ثانية خارج أيام المولد النبوي الشريف. نحن بعد أيام المولد بنسير قوافل صحية في عدد من الولايات، في ولاية الجزيرة وفي منطقة الكدرو برضو وفي عدد من محليات ولاية الخرطوم، وحتى هسه حاليا يمكن احنا نكون لسه في شهر الربيع بدينا طوالي خارج ايام المولد في حملات او ايام صحية ساهمنا نحن فيها بالتعاون مع اللي هي الوحدات الادارية للجان الاحياء. طيب احنا وبنختم سريعا كده نتكلم عن الرؤى المستقبلية لهذه الحملة. الرؤى المستقبلية زي ما قلت لك انه يكون دائما كل سنة يكون في حاجة جديدة تطوير، يعني أيوة من 2006 لحد 2020 لازم تكون في حاجة لازم بالضبط. بالضبط اي بالضبط كده، هي السنين اللي فاتت ما كان في، يعني السنة دي مثلا بدينا بالمشاركة مع لجان الاحياء اللي هم يتبنوا العمل او الفكرة بتاعة الايام الصحية، لان احنا اصلا يعني شلنا همها قبل 14 سنة. نعم. هم بعدين بيعرفوا الحالات اللي بتكون موجودة في الاحياء. بالضبط كده. نسعد بكم جدا من خلال هذا الحوار، وبتمنى لكم التقدم والازدهار، وانتم دائما تعملوا في خدمه الشعب السوداني وحب المصطفى صلى الله عليه وسلم. الاستاذ وائل محمد شفيق عضو اللجنه العليا للطريقه السمانيه الطيبيه الغريبيه الحسنيه، شكرا لك. بارك الله فيكم، شكرا جزيلا عبركم، كل التحيه للامه الاسلاميه كلها، وان تعود علينا هذه الايام وبلادنا ان شاء الله ترفل في الأمن والاستقرار بإذن الله. اللهم آمين. دكتور عبد الرحيم حافظ صديق الشيخ مدير حملة البروفيسور الشيخ حسن الصحية المجانية، شكرا لحضورك. شكرا لكم وكل عام وانتم بخير إن شاء الله. الله يخليك. كل متابعينا وكل الناس اللي رافقونا، انتهت حلقة اليوم، بكرة حلقة جديدة بالتأكيد، ابقوا في الموعد، في أمان الله.